نعطيه هذه 2000 ريال كاش. أباك تدق على أمك تقول لها يا أمي أنا ولد عاق وأنا أكرهك وتقفل فوقها. صراحة متردد إني أقول هذا الشيء. 2000 ريال تأخذها لحين ما أقدر. متأكد؟ طيب اسمع 3000 ريال زودت لك المبلغ 3000 ريال. طيب نجرب فبس بقولها موافق على 3000؟ اوكي تفك سبيكر. حفك سبيكر اي بدون سبيكر ترى ما حوافق. تمام يلا بسم الله. يعقوب وافق ب 3000 ريال انه يدق على امه ويقول له يا امي انا ولد عاق وانا اكرهك. ان شاء الله ما تصير ردة فعل تسبني وشي. ايش مسميها؟ اه نبع الحنان. ملقوف انا يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أمي كيف حالك؟ الحمد لله. بس حبيت أقول لك شيء يعني بسيط. أمي يا غلا الدنيا وأصدق عاطفة في الكون. اتفقنا كذا. وأنتي أغلى إنسانة في قلبي أنتي يا أمي. انت العالم وانت الحياة وانت اجمل شي صار لي وانا والله مقصر بحقك يا ترى يا امي.